صباح الخير عواف، الله يعافيك يا اختي. انتوا اللي خدتوا بالكم، انا ما خدتش بالي بصراحه. قلت ان دي الحلقه او مش عارف بيسموه ايه، ده يسموه ايه، مقطع، حلقه، لقاء المية في اليوتيوب. فانا قلت بقى ايه، اعمل لكم منظر مختلف. وانا طبيعي كنت جاي هنا، عندي مكان في السخنة، أحكي لكم إزاي أنا خدته. فأنا الحقيقة المكان ده أنا خدته، اشتريته من حوالي يمكن 7 سنين، يمكن أكتر يمكن أقل. جيته ممكن أعدلكم المرات اللي جيت فيها، يعني جيته يوم ما اشتريته، وبعدين جيته يوم ما فرشته، وبعدين كل ما يبقى فيه مشكلة، يعني مثلا المية تضرب، الحيطان تعمل، أجيب فريق بتاعي العمال ونيجي نقعد يومين نوضب كل حاجة ونمشي. فجيته يمكن مش أكتر، لا يمكن يكون 10 مرات في 7 سنين، أقل من كده. هتقول لي أنت فقري، أقول لك أيوة أنا فقري، ما بحبش أتحرك كتير. والحقيقة هو المكان اللي هنا ده أنا أخدته لبنتي، لأنه كانت هي بتحب البحر الأحمر، وكانت تيجي مع اصحابها. فتقول لي يا بابا انا رايحه مع فلانه، عندها حاجه في السخنه، عندها حاجه مش عارف الغردقه ممكن. فقلت لها احنا ما عندناش حاجه خالص، احنا ما عندناش اي ساحل، يعني ما عندناش حاجه بحر خالص، وربنا كرمنا يعني ممكن نشتري حاجه. الساحل الشمالي كل الناس بتروح الساحل الشمالي، كان ياما مارينا بقى. فقالت لا ما بحبوش. قلت لها طيب بدل ما هتروحي كده يعني، طب ناخد لك حاجه في السخنه. جيت سنه 10 وشفت المكان، عجبني جدا. يلا يلا. بعدين حصلت بقى ثوره يناير الجميله والعظيمه، وقفت كل حاجه. بعد سنين 3 4 سنين رجعنا تاني للمشروع، قوم لقيت بيت زي التاني بالظبط، يعني نفس المواصفات بالظبط، بس مش هو، يعني واحد تاني خدته من واحد. حتى انا فاكر عادل امام، لان عادل امام واخد هنا النصي هناك بيت جميل قوي، هو وعصام امام. فقال لي يعني انت خدته سكند هاند. احنا ما كنا صغيرين لما نقول كلمه سكند هاند دي نعتبرها يعني مش حاجه لطيفه يعني. فحتى عادل ادرك الحكايه ديت، ربنا يديله الصحه ويسعده يا رب. قال لي يعني خدته من واحد. انا بصوا بقى، كل الحاجات اللي ربنا كرمني بيها واشتريتها، اشتريتها من شخص لشخص، لا خدت من شركه ولا خدت من وزاره ولا خدت من رجال اعمال. البيت اللي في زايد من شخص اسمه عماد غباشي، والبيت ده كان اصلا اسمه الاستاذ عمرو، مش فاكر الاسم التاني الحقيقه. بس ادي القصه. يلا خدناه خدناه، ويعني بيجوا في كل احبائي. المفتاح انا سايبه مع الامن. اي حد من احباء بنتي ومراتي وعيلتنا وكل حاجه عايز يروح يروح، يلا يتفسح ويتبسط، انما انا باجي اليه. ايه الحلقه المية دي نعمل فيها ايه؟ الحقيقه مش عارف، تعالى مش هيبقى شويه. البحر شكله جميل جدا، انت مش مصدقين طبعا ان انا واقف في الشمس كده في وسط التلج اللي احنا فيه ده. حاجه غريبه، بس بالليل طبعا الدنيا بتبقى برد جدا. يعني بالليل السيده حرمنا المصون ما خرجتش من الشباك ابدا، من الباب. انما انا يعني برضو انا كمان ما خرجتش، انما الصبح الشمس جميله. و نيجي بقى، انا حكيت لكم حكايه البيت خلاص في عجاله. نيجي للحلقة المية أو الأرقام. أنا ما بعتربش في الأرقام قوي، يعني هو هي الحلقة المية وفي نفس الوقت هي الحلقة ممكن تبقى أنا بتم 68 سنة خلال اليومين دول. طبعا ما كنتش أتوقع أبدا العمر ده، عمر طويل قوي. وأنت هنا ممكن تيجي تقعد، فتقعد كده وتتأمل الحياة بتعمل فينا ايه وعايزة مننا ايه، ويا ترى الواحد الحاجات اللي عملها في حياته
قد ايه منها كان قبيح وقد ايه منها كان كويس. الناس بتشغل بالها قوي، لاحظت الفترة الأخيرة يعني إن الناس بتشغل بالها قوي بعد ما تموت هيتقال عنها إيه. ما هي في إيدك. ليه أنت أو أنتي أو أنا هبقى مشغول برأي الناس في حاجة ممكن أنا أعالجها وما بقاش الحكاية دي ما تفرقش معايا خالص؟ يعني لو الواحد قضى حياته في يعني الحاجات الكويسة، مش عايز أقول ألفاظ مكلكعة يعني، بس الحاجات الكويسة يبقى في أمان ويخرج من هذا الزمن ويذهب إلى زمن آخر جميل جدا، زمن مقاييسه مختلفة خالص. أنا مش من النوع اللي بيشغل باله بالحكاية دي إطلاقا. يعني شوف المنظر مش معقول الحقيقة، جميل جدا يعني، مخلي الواحد أفرقه كده على البحر بالهدوء. الواحد لما بيفكر يعني، بمناسبة بقى الحلقة 100 ومناسبة إن عيد ميلادي فاضل له يوم ولا اتنين ولا تلاتة مش عارف قد إيه، لا ده بعد بكرة. الواحد يبص للحياة كده اللي مر بيها 68 سنة منهم، يعني قول مثلا لما بقى عندي 20 سنة يعني 48 سنة محتكين بالحياة، وطلعنا ورحنا وجينا. هل الواحد كان يتصور انه الحياة هتمضي بيه المشوار ده؟ لا أبدا. هل المشوار دوت كان فيه الحاجات اللي الواحد بيتمناها؟ لا، اللي حصل لي اكتر. الهوا جديد، مش عارف الصوت يبقى عامل ازاي دلوقتي، الصوت يبقى كويس برضو مش عارف، انت مش سامعه. بس عايز اقول لكم انه في اللحظات اللي الواحد يسرح فيها، لا المشوار كان جميل جدا وكانت حاجات حلوه وغلطنا كتير وبنصلح، وتعليقاتكم لطيفة جدا جدا جدا، و بتحسسني ان انا باخد حاجات اكتر من حقي بكتير. الحلقة 100 اقول لكم فيها تجربتي مع اليوتيوب، عشان دي اللقطة 100. لسه مش مبسوط قوي بصراحة، وحاسس انه لسه بتلمس يعني مكاني في الهيصه اللي حصلت على السوشيال ميديا دي. هل انا موجود في المكان اللي صح، ولا انا محتاج عناصر اخرى تساعدني عشان ابقى موجود في المكان المناسب؟ هل انا بقدم حاجه مفيده؟ انا عارف في بعضكم هيقول لي ايوه حاجات مفيده وحاجات عظيمه، انتوا في منتهى الجمال، بس المهم احساسي انا، هل انا مش حاسس بصراحه، حاسس انه لا في حاجة اكتر من كده، في حاجة ممكن نعملها مع بعض يبقى فيها مذاق مختلف. ان الواحد لما يصحى الصبح يحس انه بيبدأ يوم جديد عايز يعمل حاجة فيه. هل انا بقدر اعمل ده لحضراتكم؟ اليوتيوب والفيسبوك والحاجات اللي هي التواصل دي كلها حاجات رائعة، ودت فرصة لناس كتير جدا انها تكون موجودة وتكون مؤثرة في الاخر. طول الوقت انا كده، ليه بقول لكم انا فقري؟ لاني بقدم حاجات بعضكم بيحبها وممكن ناس تانية ما بتشوفهاش اصلا، ناس تانية ما بتحبهاش، وده شيء يعني عادي، يعني عادي ما فيهوش حاجة. بس انا بقى بيني وبين نفسي لما باجي حته زي كده، انا ما بحبش اكل كده، ما بشوفش ان انا بعمل حاجه، بشوف انه لا في حاجه احسن. يا ترى ايه هي؟ انا ما اعرفش.
في حد لطيف جدا قال لي ما تكتبش مذكراتك لان انت بتعملها في اليوتيوب. انا بعملها مسجله يعني ودي الطف كتير من الكتابه لان انا مش كتيب قوي، بس انا بكتب برضه احيانا، اكتب حاجات حلوه يعني. انا لما كنت كاتب كان ليا جمهور برضه. ايه، طب ايه قيمه ان الواحد يكتب مذكراته او يكتب احداث حياته اللي مر بيها؟ انا اعتقد انها ليها قيمه كبيره، مش انا، انت وانت لازم تكتبوا كل حاجه، لانه الكتابه انت بتشوف في الافلام الاجنبيه لما يجي محقق بيحقق معلق كاتب ورقه كده ومش عارف ايه كده وبتاع، الحاجات دي بتفيد الناس كويس جدا. مين؟ انا بعملها اهو. وانا حسيت انه انا باخد منها لقطات كده، لاني لو حتى كتبتها بالتفصيل هيبقى في مشاكل عجبني كتير، وفي اطراف ناس راحت وناس جايه وناس موجوده، ويعني انما انا بنحكي كده مع بعض. عشان كده انا قلت حاجه زمان في اليوتيوب من اول ما عملناها وما عملناش تاني، ما عملناش خالص، كنت عايز ناس منكم يحكوا حكايات ونزعها عندنا، يعني انت تحكي حكايه. يعني ليه انا اقعد اتكلم عن امي؟ العين السخنه دي انا عرفتها وانا شاب، كنا كانت امي لسه بتشتغل موظفه في روزال يوسف، وعملت رحله، كانت ماسكه المكتبه بتاعت روزال يوسف، وعملت رحله وجينا فيها انا وسلوى السيد زميلتنا كانت بتشتغل في روزال يوسف، والحاجه وداد الله يرحمها لو طار، وكان معانا زميلتنا نهاية شافعي صديقة عزيزة، وغالية وألفت جعفر، دول صحفيين كبار يعني. وجينا هنا بأوتوبيس وقعدنا في الرملة، ما فيش حاجة نقعد فيها، ما فيش مكان، قعدنا في الرملة كده واتزلط وقضينا اليوم ورجعنا. دي أول علاقة ليا بالعين السخنة، كانت مع أمي الله يرحمها عملت رحلة وجينا هنا في المكان ده. أنا عايزك أنت كمان تتكلم، وأنت كمان تتكلمي، ونتكلم مع بعض، لأنه أنتوا بتلاحظوا الهيصه اللي بتحصل، حاجه تحصل وهيصه هيصه هيصه هيصه، وبعدين ما فيش حاجه مفيده، ما فيش حاجه حلوه، في حين ان انتوا كلكم عندكم حكايات حلوه، يعني كل واحد فيكم عنده حكايه حلوه يحكيها وحكايه وحشه برضو يحكيها. لانه الخير والشر فينا كلنا، لما انت بتنمي الخير جواك وتحكي لي بتساعدني، ولما انت بتعالج الشر جواك بتحكي لي بتساعدني. الدنيا مش الشجر والميه والسحاب والبتاع، الدنيا بني ادمين، الدنيا بني ادمين. هل يعني احنا مطلوب نغير العالم؟ لا، بس كل واحد يغير في اللي حواليه، حتى لو ما تغيروش على فكره، يعني حتى لو ما تغيروش يبقى لازم الواحد يكون بيعمل حاجه، بس ايه هي الحاجة؟ انا مش الحقيقة مش عارف، لان كل واحد قدامه حاجة يعملها. كنا بنتكلم، انا هحكي لكم، هتكلم بالتفصيل عن فيلم منى زكي ان شاء الله، بس كنا بنتكلم على انا دلوقتي لو اب عندي ولاد 12 و15 و8 ما اعرفش يربوهم ازاي بصراحة، دي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا، لأنه إحنا بنربي الجيل اللي طالع، مش إحنا بقى، أنا ما عنديش جيل طالع، إنما اللي عندهم أجيال اللي بيسمعوني عندهم 40 و35 وكده، لازم يشتغلوا كتير جدا على نفسهم عشان الولاد دي تطلع مختلفة، عشان تطلع تتعامل مع المجتمع الجديد. المجتمع الجديد اللي جاي ده فيه إيه؟ هل إحنا بصينا كويس فيه؟ احنا فضلنا قاعدين كده لغايه ما دخل الموبايل حياتنا فراح مش قلبها، ومستنيين برضه دخل الكمبيوترز والحاجات دي دخلت شقلبت حياتنا، واحنا مستنيين، لازم الحاجات دي نبقى مستعدين لها، لانه انا رايي ان بعد 10 سنين الدنيا هتبقى غير الدنيا خالص خالص. فهل احنا بنستعد لده، ولا احنا برضه هنفضل مشغولين بالحكايه بتاعت فلانه والحكايه بتاعت علانه والحكايه بتاعت مش عارف. لكن عايز اقول لكم باختصار،
الحالة العلمية مفيهاش حاجة جديدة، لكن فيها إن الواحد يقدر يفتش عن ذاته. مش عيب إن إحنا نغلط، وربنا غفور رحيم، لكن العيب إن الواحد يفضل ماشي في الغلط، العيب إن الواحد يفضل مستسلم. هو أنت أنت ولا أنت أنا؟ ولا أنت هي ولا أنت هو؟ طول ما إحنا بنمشي في تيارات كده يبقى إحنا مش إحنا. أنت مش أنت وأنت جعان، صح؟ يبقى إحنا مش إحنا. التيار لازم يكون أنا مختار أمشي فيه، أنت عايز تمشي فيه، إنما ما تبقاش ماشي كده، لأن إحنا مش ورقة كده الريح توديها وتجيبها زي ما عايز، أو شجرة الريح تعمل كده زي ما عايز. أنت وتد أو أنت وتد. يعني الإنسان من زمان قوي قدر يقاوم الريح. هنلبس بلوفر زي كده ونقعد في الجامعة. زي ما قلت لكم قصة سيدنا علي والعشر جنود الله، علي سيدنا علي رضوان الله عليه. فأنت وتد ولا أنت أي حاجة في أي حتة؟ وده سؤال، ده سؤال أنا بطرحه لحضراتكم في الحلقة المية. هل إحنا كل واحد فينا كيان عنده استعداد للالتحام مع الكيانات الأخرى بما يتناسب مع أفكاره مع أحلامه مع طموحاته؟ هل ده موجود؟ ولا كده يلا فلان إيه صح إدي امشي 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 امشي. يعني معرفش. أنا هقول لكم حاجة خاصة بي أنا شخصيا. لما كنت عندي 20 سنة كنت واحد، ولما كنت عندي 30 سنة بقيت واحد تاني، ولما كنت عندي 50 سنة بقيت واحد تالت خالص. دلوقتي أنا واحد سابع خالص. أدركت أشياء كثيرة جدا جدا فوق ما تتصوروا. بس لسه مش قادر أقول إنه أنا فهمت الدنيا كويس. لا لسه عايز أشتغل على نفسي حتى آخر لحظة. لسه عايز أنور دماغي شوية. القراية ما كانتش زي ما قلت لكم قبل كده، أنا مش ما بحبش، ما بقولش وأنا صغير في إعدادي حفظت اللي مش عارف إيه وقريت كتاب بتاع أرسطو، لا 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 خالص. لكن لما كبرنا وتعلمنا وبقينا نخدم على شغلنا وبقينا كذا وبقينا كذا، بقت الحكاية فيها فهم مختلف شوية. أحسن منك؟ لا والله ما أحسن منك، والله ما أحسن منك. عشان كده بقولك سجلي، اتكلمي، قولي رأيك في الدنيا والحكاية بأريحية كده، بدون ما إيه ما نبقى مشدودين أو بدون ما نبقى خايفين. يعني هو كل واحد فينا ساعات يبقى عايز ليه يقول رأي، وبعدين يلاقي الموجة ماشية مع كذا يروح ممشي حاله. ده مش هينفع في كل حاجة، ينفع في حاجات في البيت مهمة. يعني الست تمشي حالها مع جوزها ماشي، الراجل يمشي حاله مع مراته ماشي، يمشي حاله في حاجات ممكن تمشي حالك فيها، انما في حاجات لازم تكون انت او تكوني انت مهما حصل. عشان كده لما انا ساعات اقول اراء وتصطدم مع بعض الساده المتابعين ليا، في حد قال لي لما كتبت حاجه عن منى زكي، قال لي بدعم منى يعني، فقال لي انا هعمل لك بلوك باين، ولا هيشيلني، هيشيل نفسه من ال يعني بيسموه ايه، الغاء متابعه. يعني ما ينفعش، مش ما ينفعش انك تلغي المتابعه. على فكره ان انك تلغي المتابعه لاسباب تانية كتير قوي، ان انا دمي تقيل، ان انا بقيت ممل بالنسبه لك، ان انا اقول زي ما انت عايز، انما عشان رايي لا، عشان انا مش عاجبك على عيني وعلى راسي، عشان حاجات كتير جدا، انما عشان رايي. تعمل اكس على واحد بتتابعه ايا كان الواحد ده، مش ضروري انا ابقى انا. لا ما نتكلم، انا اخد ليه وبقول الكلام، بقول لساننا ده بنعمل بيه ايه ودماغنا دي بنعمل بيه ايه. انما انت بتهددني او غيرك بيهددني، مش في محله التهديد، مش في محله، لان مش هزعل. ليه مش هزعل؟ لانه مش هو ده اللي انا بتمناه،
انا بتمنى ان احنا نبقى في ونس عيله مع بعضها، بتتكلم وبتحكي وبنروح ونيجي ونختلف، لازم نختلف، يبقى انا ليا راي وانت ليك راي بكل ود. انما بتهدد يعني ما بخافش بالتهديد على فكره، في اكتر منك بكتير قوي هددوني وانا ما بخافش خالص. انا قلت لك انا بخاف من الحشرات لكن ما بخافش من بني ادمين. بس يا طولت قوي مش كده هيبقى؟ على كل حال دي حلقة بسيطة، تعالوا نستعيد فيها مع بعض فكرة بسيطة قوي 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 في الحياة، إنه الحياة شوفوا بالنسبة لكل شيء، بالنسبة لكل شيء الحياة بتبدأ وتنتهي، لكن الله وحده هو صاحب هذا الكون وهو المتحكم فيه، وله قوانين خاصة اللي هو عاملها سبحانه وتعالى. ومن ضمن قوانين الله في البني آدمين أن دعاهم دايما لأنه ما يعقلون يتذكرون يتفكرون. فتعالوا نقول في الحلقة المية لابد الواحد يفكر بياكل ايه وبيشرب ايه، وما تسيبوش نفسكم ارجوكوا انا عملت كده ونجحت فيها نجاح كويس جدا. الله يرحمك يا امه. حد قال لي بقول له لو امي موجوده دلوقتي كنت ببسطها وبتاع، قالت لي كان زمان فلستك لان بتبعزق كله. ف انا عملت ايه؟ ركبت عربيات فخمه وعشت حياه في بعض الاوقات اوقات بسيطه جدا، ما مش حياتي ما حبيتهاش، مع ان المفروض انه المشهور بقى والبتاع ما المفروض ده ما يزق، انا مالي ومال المفروض انا اعمل اللي نسيبني انا. فلذلك انا لابس شبشب زي ما انتم شايفين كده، ما اعرفش هيبقى هجيبه ولا لا. انا في البيت البس اي حاجه وبحاجات بسيطه جدا ولا يعنيني اي شيء، المهم بس الحاجه تبقى نظيفه، يعني البيت يبقى نظيف. اي حاجه تانية يعني الفخامه والحاجات دي يا سيدي انت عايز تعمل فخامه انت حر، بس هما بيغرقونا والله العظيم بيغرقونا الناس اللي هما مسيطرين على الصناعات وعلى الحاجات، يغرقوك بحيث ان انت تبقى طول الوقت عندك مشكله، عايز الاحدث وعايز الاكبر وعايز الاجمل وعايز في حين انه مفيش اكبر ولا اجمل ولا اوسع ولا اعظم من قلبك. قلبك انت عايز ايه؟ طول ما احنا بنبص، انا لما ركبت عربيه فخمه بصيت للعربيه اللي اقل مني قلت يا سلام انا في نعيم، وهكذا فضلت كده ما بصيتش ابدا للي اكبر مني، انا مالي وماله ما ربنا يسعده يعني. فهي بس مساله ايه، ان احنا ايه العين السخنه اللي كانت في كلها مياه كبريتيه اظن لسه فيها، واللي بدات تبقى منطقه سياحيه في يعني في الستينات تقريبا، حبيت اقول لكم يعني كل سنه طيبين بمناسبه ثوره يناير، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد ميلادي. حلوه دي. وكل 100 حلقه ان شاء الله بينا وبينكم تبقى حاجات كويسه، ويا رب يكون قدرت اقول لكم حاجه في وسط الزخم اللي هو انا زمان كنت بقول في البيت بيتك ان الدنيا يعني حياتنا بقت عامله زي ليه الخروف كده، ليه الخروف تفضل تعمل كده من غير ما تلمسها هي بتعمل كده طول الوقت. فدلوقتي انا بقول لا، احنا عندنا او البعض يعني مش كل الناس عندنا هشاشة عظام، محتاجين نقعد في الشمس ناخد فيتامين دي عشان جسمنا يقوى ونقدر نصد كل الحاجات اللي هي ما بتبقاش ليها اي معنى في الحياة. وهو يعني انا قلت لكم قبل كده 50,000 مرة تعالوا نجيب الشهر اللي فات الناس عاشت في اهتمامات ايه، طب اللي قبله طب اللي قبله طب اللي قبله طب اللي قبله. فمش بغلس لكن والله تعالوا نرفع الشعار دوت بمناسبة الحلقة المية وبمناسبة عيد الثورة وبمناسبة عيد ميلادي، ان احنا لما نقعد مع اصحابنا
نقفل الموبايل او نركن، لما نقعد نتغدى ما نحطش الموبايل معانا، لما نقعد بالليل الواحد قاعد مع مراته ولا مع اولاده يركن الموبايل ساعة كده، لانه دي مش حياة، دي بؤرة او هو سحيقة بيسقط فيها الناس. تبص تلاقي ما بيتكلموش مع بعض. والله فكرة حلوة. غدا مفيش تليفون، القعاد مع الأسرة يعني، هل ده ممكن؟ لا أنا عارف إنه مش ممكن، بس أنا بعمله على فكرة. أنا بحط التليفون في جيبي كده ممكن أستركنه بساعتين ثلاثة ولا أبص له خالص، ولا أبص له خالص، بس بحطه في جيبي عشان هو بيسجل لي اللي ماشي. كل ما أمشي كده شمال ويمين يقول لي أنت مشيت 10 خطوات، 200 خطوة، 300 خطوة، أعرف الدنيا ماشية إزاي. كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله نلتقي بكم قريبا في كلام هقوله إن شاء الله على أصحاب ولا أعز. أنا عارف بعضكم هيهاجمني فيه كتير جدا، لكن معلش يعني، لكن بعضكم يرى في اللي بقوله شيء ما. إلى اللقاء.